السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في تصوير جديد من سوق من سوشيات المملكة العربية السعودية، وهذه تكملة للفيديو لأمس 18 مايو السبت. وتحياتي للجميع. فبعد الكلام أو بعد الرسائل غير موجهة للسعوديين، ولا أعني بها السعوديين، ما شاء الله الكناري كما قلت جامس الكناري كان موجود بكثرة ما شاء الله. وهذه الفراخ عمرها 6 أشهر لمن يهمه الأمر للتحضير للموسم القادم بإذن الله، إذا أحيانا الله عز وجل. الدجاج موجود كذلك بكثرة والأسعار مناسبة جدا. فدائما أحاول تمرير الرسائل، لعل وعسى أن تصل هذه الرسائل. ما شاء الله الدجاج، الدجاج كتاكيت فدا بدون عودة للأسعار، لأنني تكلمت على الأسعار أمس. ما شاء الله تبارك الله، هذه كذلك كتاكيت صغيرة، وكذلك دجاج كبير، هناك كذلك طائر السمان. هذا السمان هو الذي يربى في المزارع كما ترون، هذا ليس بري كما يعتقد البعض. والسعر كما قلت سابقا، هذا الطاووس عفوا، ما شاء الله الطاووس ما شاء الله. الذكر هو الملون والأنثى هي الأنثى العادية، اللون العادي. اعذروني يعني لم أتمكن من سؤال الأخ لأنه أصلا غير موجود. ما شاء الله البيض كذلك الوز. هذا دجاج الرومي، هذه البرسيم كما ترون، نحن نحاول نقل صورة لثقافة شعوب أخرى. هذا السوق كل سبت، لمن يسأل على التوقيت، كل سبت من الساعة 6 صباحا إلى حدود الساعة 2 زوالا. ما شاء الله الدجاج بكثرة، وهذا عائد يعود كما قلت لثقافة هذا البلد، الأرانب ما شاء الله، لأن هنا خميس المشيط كله قبائل، غالبية سكان خميس المشيط سكان خميس المشيط من القبائل. أقول الغالبية وليس الكل، الغالبية الساحقة من القبائل وليس الكل. ما شاء الله يا
سوق متنوع جدا كما ترون. هذه كتاكيت الهوز الصغيرة ما شاء الله. أرنب السمان، هذا سمان مزاري إخواني الكرام. فأنا أعيد وأكرر حتى يتعرف الناس عن هذه الطيور، الدجاج. البعض يقول أنه فرنسي، ولكن الدجاج الفرنسي هو الذي يكون لونه موحد أحمر كامل، هذا هو دجاج فرنسي. أما هذا ليس دجاج فرنسي. البيض ما شاء الله تبارك الله، البيض موجود. الدجاج يعني بصفة عامة يعني دجاج موجود بكثرة. ما شاء الله، اللهم بارك، اللهم ارزق عبادك. عذرا وعفوا يا اخواني الكرام، لان بصراحه بالنهار حراره مفرطه، يعني خصوصا في الصباح والله حراره يا اخي. البيض الجو هنا يتغير، يعني الصباح حراره في وسط النهار برد، يعني والله تتعب. ما شاء الله تبارك الله. الأرانب الهاماستر، هذه الهاماستر كذلك، هذا فراخ الوبر. الباجي، هذا الباجي ما شاء الله. الزيبرا، هناك ذكور وإناث هنا. القطط سبحان الله تحاول من الأسفل الإيقاع بالطيور التي فوقها، فهي غريزة حتى وإن تهجنت فالغريزة تظل الغريزة موجودة سبحان الله. ولهذا وزارة الحياة الفطرية انتزعت وأخذت بعض الحيوانات المفترسة من طرف بعض المربين، انتزعتها بقوة القانون. هذا راجع، تخيلوا لو تسرب أو خرج أسد أو نمر ماذا ستكون؟ ستكون كارثة. وكذلك البعض يأتي بحيوانات ويحنطها. فوزارة الحياة الفطرية مشكورة جدا على هذا المجهود. ما شاء الله، هنا كل شيء موجود، هنا كل شيء موجود باستثناء الطيور البرية والحيوانات البرية فقط، لأن القانون هنا قوي جدا. هذه آلاف خاصة بالحمام، هذا بالحمام، هذا آلاف حمام. هذه لمن له فراخ صغيرة تعتمد على الزق. الآن وصلنا للتكنولوجيا، هذه فقاسة بيض ما شاء الله كما تلاحظون، فقاسة بيض كما تلاحظون. كما قلت أن الناس هنا تبدع ما شاء الله تبارك الله. هذا لمن أراد تكوين مقاولة صغيرة يشتغل عليه. الأرزاق بيد الله عز وجل، الله يرزق من يشاء ولكل مجتهد نصيب.
اجتهد، فنحن نشبه المياه الراكدة. المياه الراكدة في المكان تتعفن، ولكن إذا تحركت من مكانها تكون مفيدة. نحن كذلك. ما شاء الله الحمام. الإخوة لمن له خبرة في الحمام يعطينا أسماء هذا الحمام ويحاول تواصل معنا ويعطينا رأيه في هذا الحمام، جزاكم الله كل خير، لأن خبرتي في الحمام قليلة جدا. ما شاء الله تبارك الله، سبحان الخالق، سبحانك يا رب. أنواع وأشكال لله في خلقه شؤون. سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. ما شاء الله، الوز. الإخوة لمن له مزارع، الوز مفيد جدا للمزارع، خصوصا لمن يعتمد على مزارع الجرجير، الطماطم، يعني البقدونس. هذا الوز مفيد جدا. ما شاء الله، هذه آلاف طائر الرز. الرز كروان، هذه آلافه. آلاف الباجي، آلاف، يعني جميع الآلاف موجودة هنا، وتبدأ بخمسة ريال للكيلو، يعني 10 دراهم. الأرانب، أينما حلت وارتحلت في هذا السوق ستجد الدجاج والأرانب. ولكن يحتاجون لدفعة بسيطة، هو التشهير، يعني الإعلانات، يعني التسويق. هذه الدفعة ناقصة بصراحة، يحتاجون للتسويق. إن تمكنوا من معرفة التسويق سينجحون. ما شاء الله، لأن التسويق يلعب دور في هذا الزمن. هناك أنواع من الدجاج، حتى هناك أنواع من الدجاج. والله العظيم كم مرة أنا صورت الدجاج الصيني، الدجاج القزم، يعني أنواع من الدجاج كثيرة. كل شيء موجود إخواني الكرام في هذا السوق، كل شيء موجود، كل شيء موجود. نحن لا نريد تفضيل نوع على نوع، أنا أصور الكل. ما شاء الله هذا الحمام، ما شاء الله. هذا ببغاء الذرة. اللهم بارك. لاحظوا معي، السوق اليوم ممتلئ، ممتلئ جدا. عادة هذا الطريق يكون فارغ، هذا الطريق في وسط الطريق يكون فارغ. الكتاكيت الصغيرة، والله عادة هذا المكان بالذات الذي أصور فيه الآن عادة يكون فارغ. سبحان الله، اليوم ما شاء الله. الله مرزق كل مجتهد. الدجاج القزم، هذا هو اللي كنت أتكلم عليه الآن. هذا الدجاج القزم، دجاج الزينة. سبحان الله، لاحظوا معي، ما شاء الله، جميل. الحمام، هذا الحمام الرقاص أو ما يسمى بالتوسي.
السمان. ما شاء الله موجود سمان كذلك. ما شاء الله تبارك الله. هذا الكناري هنا، عندما ترى الكناري فكون على يقين أن بائعها سيكون سوري. ما شاء الله الأبيض هذا جميل، سبحان الله. هذا باجي، الباجي مولود بكثرة. ألوان وأشكال سبحان الله. هنا الكوكتيل، الكوكتيل كوكتيل معهم رز، يعني عيون حمراء. علف، علف كما قلت من 15 من 5 ريال على حسب الكوكتيل. ما شاء الله ما شاء الله، ألوان وأشكال سبحان الله. الزيبرا، الكويكر، هذا ببغاء الكويكر. سبحان الله. يا خطشو دافع على نفسي. الله يدافع على نفسي. هنا الفيشر معهم رز، باكستان، دجاج باكستان. كل شيء موجود سبحان الله. لاحظوا من كل لون طرف، هذه معدات لتربية الطيور سبحان الله. أقفاص، كل شيء موجود، أي شيء تريده موجود هنا.